شارك اليوم مع في كل فقرة واعتزاز في وضع حجر أساس هذا الجسر ضمن مدينة عتريق مدينة الزيتون. ويضاف ذلك الإنجاز إلى إنجازات كثيرة حتى حققت رغم التحديات والمصاعب التي واجهتها عبر أكثر من 10 سنوات. طبعا اليوم وضعنا حجر الاساس لجسر عفرين الثالث بجهود المجلس المحلي لعفرين بتمويل واشراف الحكومه السوريه المؤقته، وهذا الجسر مهم جدا بده يربط مدينه الدده بباقي المناطق المحرر عزاز الباب طرابلس. طبعا قبل تحرير عفرين من المنظمات الإرهابية مثل ما تعرفوا كانت مأوى للإرهابيين في عفرين البيكيكي وأمثال الانفصاليين. بعد تحرير وبعد تضحيات جيشنا الوطني حاليا مرحلة البناء بدينا فيه، وجسر أحد المشاريع المهمة اللي عم نقوم بإنشائها مثل ما قمنا بإنشاء الإنشاءات الصحية والتعليمية وباقي الخدمات الأخرى لأهلنا بعفرين. وحالياً في استقرار في المنطقة بعد تنظيم الإرهاب، حالياً بدينا مرحلة البناء وإن شاء الله سنستمر ببناء كل مناطق المحرر بجهود أهلنا المحرر الصحي. لا رح نرجع هذا الجدار أهلا بحضورنا الأكارم. التحية للسيد رئيس الحكومة السورية المؤقتة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى، أهلا وسهلا بكم وبالسادة الوزراء وبرؤساء المجالس في منطقة قصر الزيتون، أهلا وسهلا بكم في وضع الحجر الأساس لمشروع جسر عفرين الثالث الذي سيصل بين مناطق الشمال السوري المحرر من إدلب وحتى مدينة الباب. نفتخر اليوم بوضع حجر أساس لإنشاء جسر عفرين الثالث الذي تعمل على إنجازه قدرات فنية وهندسية وطنية محلية ودعم مالي من الحكومة السورية المؤقتة، وننفذ دراسات وتنفيذ شركة رواسي وشركة الوطن المحليتين. سيسهل الطريق مرور الآليات العابرة لمناطق أخرى دون الدخول للمدينة، وسيوفر هذا الأمر كثير من الوقت وتكاليف السيارة لأصحاب الشاحنات خصوصا والسيارات المدنية عموما. السلام عليكم ورحمة الله. المهندسة المدنية فاطمة الحجي، رئيس لجنة الإشراف على مشروع جسر عفرين الثالث. هذا المشروع هو جزء حيوي من الطريق المتحلق الجنوبي الشرقي حول مدينة عفرين، والذي يربط الغرب المحرر بالشمال المحرر دون المرور ضمن مراكز المدن لتجنب الاستعصاءات المرورية والازدحامات، وهو طريق بمواصفات دولية نظامية فوق نهر عفرين. طول هذا الجسر 60 متر، وهو بعرض الهدار في بعرض وارتفاع الهدار في سد ميدان في تجنب الكوارث الطبيعية في حال حدوثها، وهو بعرض 20 متر يحوي 4 حارات مرور يستوعب مرور الشاحنات الثقيلة والآليات العسكرية فوقه. مدة هذا المشروع 180 يوم، قامت بدراسة لجهة هندسية متخصصة، قام المجلس المحلي ووزارة الإدارة المحلية بتيسير الأعمال في المنطقة وإرضاء أصحاب العملات الخاصة وتأمين الموقع بشكل أصولي ونظامي. بدأ العمل في بداية الشتاء هذا الموسم، كان فيه صعوبات وتحديات نقوم بتجاوزها بمعاونة جميع الجهات العاملة في المشروع وفي المدينة. المشروع تحت إشراف أيضاً إدارة التنفيذ التي ستقوم بتنفيذ الطريق.